الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخ أحسن الله عليك، اسمح لي استشيل الأسئلة، هذه تهمني كثير جدا. تفضل. شيخ، ما هو التعامل الصحيح أو من القواعد اللي أتعامل معها مع النشأ حول الأسئلة، أسئلة الغيب عند النشأ، سواء متوسط أو منهم في الثانوي، أسئلة غيبية؟ يعني مثل؟ يعني مثلا يقولون يعني كيف الله في السماء ولا نشوف لها يعني أثر، أنهم متعودين خصوصا مع كثرة الألعاب وبعض البرامج على الإحساس والأشياء اللمسية والأشياء العينية، فيقولون كيف الله في السماء ولا يرى. أولا لا بد أن تزرع في عقول هؤلاء الناشئة قاعدة، وهي أن الإيمان لا يتعلق بالمحسوسات، ليس كل شيء يتوقف إيمانه على الإحساس به، فهناك أشياء من الموجودات لا يتعلق بها شيء من حواسنا. هذه القاعدة أنا أخرجتها بهذه الصيغة لأنكم يعني عقولكم كبار وتحتملها، لكن أو تستطيع بطريق أو بآخر تبسطها للطلاب؟ الجواب نعم. يعني مثلا لو قلت هل المدير موجود في غرفته الآن؟ هل تستطيعون الآن بحواسكم أن تعرفوا أن المدير موجود أو غير موجود؟ طيب لا. طيب إذن كلمة لا هل هي دليل على أن المدير غير موجود؟ قد يكون موجودا ولكن أنتم لا تعرفون، فإذن عدم علمكم بالشيء ليس علما بعدم الشيء في ذاته. وتأتي بهم بتلك الأمثلة الحسية التي هم يعايشونها الآن. أبوك أيها الطالب هل هو في البيت الآن ولا خرج؟ والله ما أدري. طيب هل هو الآن مع المدير في محل وظيفته ولا في غرفة مكتبه؟ هل الآن أبوك يأكل أو ليس يأكل؟ يعني تأتي لهم بأشياء غيبية عن حواسهم هم حتى تثبت لهم بأن عدم علمهم ليس دليلا على عدمها في الواقع. أنا قلت يوما من الأيام لطالب سألني عن مثل ذلك أو شيئا منه في قضية الملائكة، قلت الآن هل أنت تجزم بأن ليس على طريق الرياض حادث الآن، هل على طريق الرياض حادث أو لا؟ فقال ما أدري. طيب هل قولك لا أدري يدل على عدم وجود الحادث؟ يعني كونك ما علمت بوجود الحادث يدل على أن غير موجود الحادث؟ قال لا. قلت طيب لو أنك لا تعلم هل يدل عدم علمك على وجود الحادث؟ الجواب لا. إذن عدم العلم جهل، لا يدل على وجود ولا يدل على عدم. فإذا استطعت أن تزرع هذه في قلوب الطلاب حينئذ تغذيهم بشيء مهم، وهي عدم قصر الأمور الإيمانية على المحسوسات. عدم قصر الأمور الإيمانية على المحسوسات، إذ أن الإيمان الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن بأشياء غيبية، طيب ليست داخلة تحت مدركاتنا ونحن لا نراها ولا ندري عن كيفية إثباتها إلا بدليل الشرع. لو لم يخبرنا دليل الشرع بوجودها لما كان عندنا في حواسنا قدرة ولا طاقة على إثباته. فإذا عجز حواسنا، انتبه لي، عجز حواسنا عن إثبات هذا الشيء الغيبي لا يدل على عدمه في الواقع. فإذا الله موجود وإن كانت محسوساتنا لا تدرك وجوده. الجن موجودون حتى وإن كانت حواسنا لا تدركها. الآن هل رأى منكم أحد جني أيها الطلاب؟ الجواب لا. ومع ذلك لو أردت أن أشككك في وجود الجن لما استطعت، إذ أن وجودهم متقرر في قلبك تقررا عظيما مع أنك لم ترهم ولم تشم رائحتهم ولم تمسهم. إذن جميع طرق الحس الخمسة منتفية في الجن، ومع ذلك أنت مؤمن بهم. فالذي جعلك تؤمن بهؤلاء الجن مع أن حواسك ومدركاتك غير قادرة، أفتعجز عن إثبات عالم الملائكة؟ أفتعجز عن إثبات عالم الغيب الجنة والنار؟ فإذا ليس كل شيء نؤمن به لا بد أن يكون محسوسا. فإذا إذا قدرت أن تزرع في عقول طلابك هذا الأمر فحينئذ سيكون جوابا عن كل مسألة غيبية. أين الله؟ الله موجود ولكن أنت لا تدركه. طيب الملائكة أين هم؟ الملائكة موجودون لأن الله أخبرني بأن الملائكة موجودون، فأنا أؤمن بخبر الله عز وجل سواء أدركتهم بحواسي أو لم أدركهم بحواسي. كما أن والدك قد يكون في البيت مع أن وجوده في البيت لا تدركه أنت بحواسك، كما أن المدير قد يكون في غرفته الآن وأنت ووجوده في غرفته لا تستطيع أن تدركه بحواسك. إذن لابد أن يوسع دائرة الإيمان في أن ما ورد به الخبر أؤمن به وإن لم تدركه حواسي، ما جاءني عن طريق التواتر أؤمن به وإن لم تدركه حواسي، ما نظرت
له بشيء من الحواس أؤمن به. فإذا ليس طريق الإيمان مقصورا على الرؤية ولا على الشم ولا على الذوق ولا على اللمس ولا على شيء من أنواع الإحساس، وإنما هناك طريق للإيمان وهو طريق الخبر، نقل القرآن، نقل السنة، هذه كفيلة بأن تؤمن بها. لو جاءك رجل وأخبرك بأن على طريق الرياض حادثة، ثم جاءك بعده رجل آخر حتى استوفوا 50 خبرا أن على طريق الرياض حادث، هل يمكن أن تشكك في أن على في هذه القضية؟ سوف تكون مستقرة في قلبه. الآن هناك 50 آية أو 100 آية تدلنا على أن الملائكة موجودون، يخبرون الله عن وجودهم وعن صفاتهم وعن أعمالهم وما بين فينة وأخرى، نقرأ في الآيات ملائكة الملائكة الملائكة الملائكة، فإذا جهات الخبر فيها متعددة وكثيرة، أفلا يحملنا ذلك على الإيمان؟ فإذا أي سؤال غيبي فاعرف أن قضيته عند هذا الطفل حصر الغيبيات في المحسوسات، فحاول أن تطلق هذين الأمرين، حاول أن توسع دائرة الإيمان عنده من كونها محسوسة إلى كونها لها طرق أخرى نؤمن أشياء نؤمن بها ونحن لا نراها. يعني مثلا هل أنت مؤمن بجبل اسمه جبل إيفرست أيها الطالب؟ الجواب لا. الجواب نعم. هل أنت ذقته؟ هل أنت لمسته بيدك؟ هل أنت رأيته؟ هل أنت هل أنت؟ مع ذلك لا يستطيع أحد أن يشكك بأن هناك جبل في الأرض اسمه جبل إيفرست مثلا. هناك بعض البلدان نسمع بأسمائها ولا نرى لها صورا، ومع ذلك نحن مؤمنون وجازمون بوجودها، بوجودها جازمون، نحن مؤمنون وجازمون بوجودها. هذا السمك الذي في الماء، أنت مؤمن وأنت على الباخرة تمشي أو على الشط واقف أن هذا البحر مليء بالأسماك ولا لا؟ مع أن هذه الأسماك لم ترى منها عينا ولم ترى منها زعنفة ولم ترى منها شيء، لكن قلبك مستقر بأن في البحر سمك، لأنك رأيتها يخرج منها أحيانا، وتقرر في قلبك من صغرك في دراستك في العلوم وغيرها أن البحر في ثروة حيوانية كبيرة قضية سمك. فالشاهد أننا متى ما أفلحنا مع الطلاب أن نوسع دائرة الإيمان وعدم قصرها في الأمور المحسوسة حينئذ نفلح. اسأل الطالب، اسأل الطالب هذا الذي سأله، ألك عقل أيها الطالب؟ سيقول نعم. قل أرني عقلك، أنا لا أشم عقلك ولا أستطيع أن ألمسه ولا أنظر إليه. أين عقلك هذا؟ يقول هنا. لا، هذا رأسك، أبي عقلك. فإذا أنا مؤمن بأن لك عقل، لست مجنونا، ولكن أنا مع إيماني بأن لك عقلا أنا لم أره. فإذا ليست قضية الإيمان محصورة في أنك لازم ترى، فهناك أشياء نؤمن بها لوجود الخبر المتواتر بثبوتها، فهمت؟ فإذا استطعت أن تزرع هذه في عقول الطلاب الناشئة فأنت والله يعني قطعت بهم مشوارا عظيما وحميتهم من تحميهم من الإلحاد.